اهلا بكم مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، واجتماع هام للجنه الكره عقد بعد ظهر اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وفي حضور اعضاء لجنه الكره الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الرياضي لقطاع كره القدم، والكابتن حسام غالي المنسق العام لقطاع كره القدم وعضو اللجنه، والكابتن علاء عبد الصادق عضو لجنه الكره، والكابتن محمد فضل مدير التعاقدات بقطاع كره القدم. اجتماع كان هام جدا لتحديد هويه المدير الفني الاجنبي الذي سيقود فريق كرة القدم خلال الساعات القادمة وخلال الفترة القادمة ابتداء من الموسم القادم. تفاصيل كتير عن هذا الاجتماع وهوية المدير الفني والقرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع. معي في هذه اللحظات الكابتن محمد فضل عقب الاجتماع مباشرة لكي يطلعنا على تفاصيل اجتماع لجنة الكرة وما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة القادمة بالنسبة للمدير الفني، خاصة بالأمس عن ثلاثة مدربين سيتم الاختيار من بينهم خلال الفترة القادمة. كابتن فضل، أولا برحب بيك وتعازينا ليك وتعازي كل جمهور النادي الأهلي بالتأكيد في شهر رمضان الكريم، وبالتأكيد في وفاة نجلك إسماعيل. الحمد لله، طبعا كل سنة وحضراتكم والسادة المشاهدين طيبين، وإن شاء الله على مصر كلها والأمة العربية، والحمد لله. طبعا النهاردة كان في زي ما حضرتك عارف اجتماع لجنة كورة، وكانت يمكن الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير جدا وشغل كتير جدا، يمكن الواحد يعني الله يرحمه ابني يعني، ولكن طبعا الواحد كان بيشتغل على طول من تاني يوم، وعملنا كان في معايير محدده لاختيار المدير الفني، مشينا على جميع المعايير طبعا بالتنسيق مع لجنه الكوره، وقدرنا ان احنا فعلا نتوصل لاتفاق نهائي مع كان في اسامي مرشحه كتير جدا، اتفاق نهائي تم توقيع العقود، اقامه، ارسال تذاكر، كل حاجه انتهت طبعا في الفتره اللي فاتت دي. ومفروض النهارده كان الراجل يبقى موجود على الساعه 7:30 بالليل، ولكن كان هيبقى الطياره عشان الطيران كان مدته طويله شويه، كنا بنتكلم في حوالي 12 ساعه، فالمفروض كان يبقى في الطياره دلوقتي، ولكن على الساعه 12:30 واحده بالليل فوجئت برساله ان هو بيعتذر عن ان هو يجي يبقى مدير فني للنادي الاهلي. طب ايه اسباب الاعتذار؟ ان هو عنده ظروف اسريه. طبعا انا بالنسبه لي كشخص يعني غير مقبول، مش كنادي يعني، انا كشخص غير مقبول بالنسبه لي لاي ظروف طبعا، ولكن احنا كنادي عندنا مبادئ وبنحترم طبعا كل حاجه، ولكن العقد بقولك تم توقيعه بالفعل، تم اتفاق على جميع البنود، كل حاجه رتبنا، بقولك تذاكر الطيران، رتبنا الاقامه، رتبنا كل حاجه تماما، هو والجهاز اللي كان هيبقى معاه بعض العناصر يعني، وطبعا خلاص احنا مستمرين في مهمتنا. طبعا لجنة الكرة على طول في انعقاد مستمر، على طول في بيبصوا على طبعا حاجات كتيرة جدا ومعايير مبعوثة للمدربين، في الاخر هو هدف ان نجيب مدير فني قوي، ولكن طبعا بقية التفاصيل عند لجنة الكرة طبعا، خاصة بالتعاقد، الخاصة بكيفية التعامل مع هذا الموقف. هو موقف بالنسبة لنا احنا كنادي بينتهي تماما سواء بالاعتذار، ولكن في الاخر في حاجات تانية بقى بتبقى مختلفه لقطاعات اخرى بتشوف بقى بتتناول الامور يعني. الجمهور هيتساءل كتير بالتاكيد في هذه اللحظه كابتن فضل، وانت بتعلن هذه التفاصيل، هل مصرح باعلان اسم بقى المدرب اللي كان تم الاتفاق معاه واعتذر، ولا خلاص هو ملفه اغلق ولن يتم الكشف عن اسمه او حتى جنسيته بعد اللي كان الاتفاق والتوقيع التعاقد معاه، ولا خلاص هو ملف اغلق بالنسبه للجنه الكره بتفكر في اللي جاي؟ بص، دايما اي نادي كبير بيفضل طول عمره كبير بمبادئه وتاريخه واسامي. خلاص لو قعدت تفكر في الماضي مش هتبص للمستقبل، صفحة انتهت تماما، احترامنا للجميع، احترامنا ليه هو شخصيا، حتى لو حصل اي حاجة دايما بنحترم الجميع، ولكن انت دايما بتبص لقدام خلاص دايما، حتى كمان انت متعود كجماهير او كإدارة ما بتاخد بطولة وبتبص على بعدين، تاخد بطولة وبتبص على بعدين، ما تحقش تفرح، هو ده الضغط اللي عليك، وده ضغط بيبقى ضغط ايجابي جدا احنا متحملينه كأبناء النادي او كمجلس إدارة طبعا، او اي حد بيبقى عاوز ان هو يقدر يعلي المنظومه باي شكل. فزي ما قلت حضرتك مبادئ هي الاساس، ثم البطولات والقيم. موضوع اتقفل تماما، بص للي بعده ان شاء الله باذن الله. هدفنا هو حاجه واحده بس، هو ان احنا يبقى في فريق قوي بجهاز فني قوي، بطولات، ان هو ده الهدف، مفيش حاجه تانية يعني، ما اقدرش اقول لك او اجمل لك كلام، هو ده هدف النادي الاهلي، هو ده شعار النادي الاهلي، مبادئ قبل بطولات. صفحة اتقفلت، تعاملنا مع الأمور بشكل احترافي شديد جدا جدا في جميع تفاصيله، في توقيتاته، في كل الترتيبات، أنا بقولها لك في سريته، في كل حاجة، ولكن في نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك احنا بنحترم الجميع، ممكن يجي لك ظرف في أي لحظة، ولكن برضو في حاجة اسمها احترافية هيبص لها القطاعات المنوطة بالنظر في الأمور،
وخلاص نبص لبعضه. اذا لجنه الكوره في بدايه اجتماعها النهارده كانت عندها اوكي معلومه رسميه ان المدرب اعتذر ولن يتواجد وسيتم يعني المناقشه هذا الملف في هذا الاجتماع. تم يعني الغاء هذا جنسيه المدرب من الثلاثه مدربين ولا بيتم فتح الملف بشكل اوسع خلال الفتره؟ جنسية المدربين الآخرين ولا بيتم فتح الملف بشكل مختلف خلال الأيام القادمة؟ لا الأمور دي تبقى طبعا أمور سرية، هي طبعا لجنة الكرة هي اللي بتقرر. طبعا في حاجات أنا طبعا الواحد على علم أن الجماهير طبعا بتبقى دايما قلقانة، لكن أنا أقول لهم أن جماهير الأهلي لا، يعني جماهير الأهلي أوعى تقلق، ما تقلقش طول ما أنت مطمن أن في ناس محترمة وناس بتحب النادي وناس بتتعب، ما تقلقش تماما خالص. يعني الملف ده مع لجنة الكرة تماما، انا غير مصرح بالحديث فيه تماما، وظيفتي محددة. لكن اللي انا اقدر اقوله الفترة اللي فاتت الامور والله يعني بما يرضي الله انتهت بشكل احترافي شديد جدا جدا، ولكن الاعتذار ده بالنسبة لنا كان غير مقبول، ومعانا جميع الـ مش هقول لك الادلة، ان احنا مش في يعني احنا مش داخلين في خلاف، ولكن كل حاجة تثبت كلامنا، كل حاجة خلاص قفلنا صفحة نبص على بعديها. جمهور الاهلي دايما ما خلاص لازم يبقى مطمن على طول ان في ناس من قبل ان هي بتشتغل هي بتحب النادي، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى في امور كويسه، وطبعا هتبقى مع لجنه الكوره حديث عنها باذن الله اكيد. وانت عندكم ملفات كمان مهمه الفتره القادمه، مش هتكلم عن المعسكر الاستعداد للموسم الجديد، لا قائمه الفريق وملف الاعارات واللاعبين والصفقات في ظل يعني انحسار القائمه في 25 لاعب بشكل مفاجئ ما بين موسم وبدايه موسم قادم. طبعا انت بتتكلم في بص خلينا نبص الامور بشكل احترافي تماما، نكمل على طول بما احنا عندنا بنابديت للعالم كله الامور بتبقى ماشيه ازاي بشكل احترافي. عندك بتعلي القيمه التسويقيه بتاعه اللعيبه، بتبص على بطولات على طول، بتعلي من مواردك، بتبص انت بتبص في كذا اتجاه، بتنظر في كذا اتجاه، وفي نفس الوقت انت بتنظر لمصلحه ولادك، مصلحه لعيبتك، ما بتبصش من مصلحه واحده او من منظور واحد اللي هو هدف النادي فقط، لا موضوع مختلف. النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبص لمصلحه النادي ومصلحه اللعيب، الاثنين بجد انا بقولها لك بامانه، وهو ده السياسه ان الاثنين بنفس القطعه وبنفس الطرق نفس المنظور نفس طبعا شكل موازي تماما. فهي الموضوع كده، انت هدفك انك بتحافظ على اولادك في نفس الوقت بتحافظ على بطولات، بيبقى فيه حاجات تدعيمات، بيبقى فيه تسويق للعيبه، بترفع القيمه التسويقيه بتاعت فرقتك. بص الكلام ده انت، الكلام ده انت بتحاول تعمل الكلام ده بنجاح، ما ينفعش يكون في يعني نجاح كمان ب 100%، ما ينفعش يبقى 99%. فانت تقدر تبص الموضوع ده ملفات كتير جدا، ولكن الحمد لله احنا ولاد النادي واحنا باذن الله قادرين على ان حل كل الامور ان شاء الله. اخر سؤال كابتن فضل عشان ما اطولش عليك، موعد الاجتماع القادم لجنه الكوره ولا الاجتماع مفتوح؟ يعني في اي وقت خلال الساعات القادمه الاجتماعات مستمره؟ كابتن حسام، يعني كابتن حسام غالي هو اللي يسال في طبعا في كمنسق، طبعا هو يسال في الكلام ده، ولكن زي ما بقول لحضرتك اخيرا كل سنه والساده المشاهدين طيبين، الناس تطمن، الامور كويسه باذن الله، ودايما النادي بتاعنا رقم واحد باذن الله. شكرا كابتن فضل وتعازينا لك للمره الثانيه. شكرا حسام طبيب، شكرا جزيلا. اذا ده كان لقاءنا مع كابتن محمد فضل مدير التعاقدات، كشف عن تفاصيل كثيره جدا في اجتماع لجنه الكره اليوم الذي عقد بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر، خاصه ان اليوم كان الكشف عن هويه المدير الفني القادم للقلعه الحمراء. لكن كابتن محمد فضل كشف امور كثيره جدا، اعتذار المدرب في الساعات الاخيره، وبالتالي خلال الفتره القادمه هناك اجتماعات متواصله ومستمره بالنسبه لقطاع كره القدم لمساله بحث المدير الفني القادم الذي سيقود فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وايضا في هذه اللحظات يمكن عقب لقائي مع الكابتن محمد فضل هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، هناك اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد في قاعه الاجتماعات امام حمام السباحه عقب اجتماع لجنه الكوره مباشره. وبالتاكيد خلال الساعات القادمه الاجتماعات مستمره، اجتماع لجنه الكوره اجتماع مفتوح لبحث هذا الملف خلال الفتره القادمه في ظل استعداد الفريق للموسم القادم وتحديد القائمه والملامح الاساسيه والرئيسيه بالنسبه لهذا القطاع خلال الفتره القادمه. تلك هي المتابعه والتغطيه من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر لهذا الاجتماع الهام، اجتماع لجنه الكوره اللي حظى باهتمام متابعة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير.